السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدف من هذا الفيديو نتحدث عن الأسيمتوت، أسيمتوت هوريزونتال، أسيمتوت فيرتيكال، وأسيمتوت أوبليك. بداية هنحكي عن الأسيمتوت هوريزونتال. لورسك ليميت دو اف اكس ان اكس انفير بلس انفيني ايجال A. L'A est un nombre réel. On dit, on dit que la droite, d'équation Y égale A est une asymptote horizontale ACF. O plus infini. البعض بيقول of voisinage de plus infini. أيضا إذا كان الليميت de fx quand x tend vers moins infini égale a, on dit que la droite d'équation y égale a est une asymptote horizontale ACF. نفس الحديث o moins infini والبعض بيقول au voisinage de moins infini. إذا بنشوف الأمور graphiquement مثل ما شايفين dans ces cas la courbe C admet la droite D comme asymptote horizontale au voisinage de plus infini. إذا أخذنا هذه الـ point M موجودة على الـ courbe C عند coordonnées x fx. إذا راحت الـ x باتجاه الـ plus infini خلونا نشوف graphiquement شو عم بيصير عنا. إذا الـ x عم بتروح باتجاه الـ plus infini الـ fx بيمثل هيدا الارتفاع. كل ما الـ x عم تتقدم نحو الـ plus infini مثل ما شايفين عم نطلع لعند الكورب الأحمر، هيدا اللونجور عم بيقرب تدريجيا من هيدا الهوتور أو هيدا اللونجور عم بيقرب تدريجيا من A. فإذا مثل ما شايفين جرافيكمون ليميت دو اف اكس كون اكس تنفير بلس انفيني ايغال ا اي لا كورب سي ادمي لا دروات دي كوم اسيمتوت هوريزونتال او فوازيناج دو بلس انفيني. خلاصة الحديث لنسهل الأمور على نفسنا، ليكون في اسيمتوت هوريزونتال لازم يكون في عندنا انفيني ونومبر. إذا كان في عندي انفيني ونومبر y بيساوي هيدا النومبر هو الايكواسيون للاسيمتوت هوريزونتال. ثانيا سنتحدث عن الاسيمتوت فيرتيكال. لورسك ليميت دو اف اكس ان اكس تنفير a ايغال بلس انفيني او موان انفيني، طبعا هون المقصود بالا هو نومبر ريال. اون دي كو لا دروات ديكواسيون اكس ايغال ا ات اون اسيمتوت فيرتيكال ا CF. فإذا ساعت ما يكون الـ X عم بيقرب من نومبر والجواب إيغال بلس إنفيني أو موا إنفيني، بهالحالة هيدي بيكون في عنا أسيمتوت فيرتيكال، وهيدا الأسيمتوت فيرتيكال الإيكواسيون إلو X إيغال A. وفي ملاحظة مهمة كتير هون، عندما نقول X تنفير A يعني المقصود X تنفير A بلس و x tend vers a moins. Graphiquement, شو عم بيصير عنا؟ مثل ما شايفين هون، la courbe C admet la droite D d'équation x égale a، هيدي هي هون ال a، comme asymptote verticale. بهالحالة هيدي مثل ما شايفين graphiquement، si x tend vers a plus. كل ما الx عم بتقرب تدريجيا باتجاه الـ A من ميلة اليمين، بهالحالة هيدي مثل ما عم نشوف
الاف اكس بدها تطلع باتجاه البلوس انفيني، يعني كل ما الاكس بتقرب اكثر فاكثر باتجاه الار، كل ما ملاحظين الكورب طالع باتجاه البلوس انفيني. فاذا هون graphiquement limite de fx lorsque x tend vers a plus égale plus infini. Et dans ces cas, la courbe C admet la droite D d'équation x égale a comme asymptote verticale. اختصار هيدا الحديث، نحن لنعرف الاسمتوت فيرتيكال بده يكون في عنا نومبر و انفيني، بلس موا انفيني ما بيأثر، اكس تنفير ا بلس اكس تنفير ا ما بيأثر. بهالحالة هيدي دروات دي اللي بيكون عنده ايكواسيون اكس ايغال ا بيكون اسمتوت فيرتيكال دي لا كورب سي. تروا اسمتوت اوبليك، مثل ما شايفين هون جرافيكمون لا كورب سي ادمي لا دروات دي ديكواسيون y égale à x plus b comme asymptote oblique au voisinage de plus infini. Si x tend vers plus infini, alors longueur le roue mf بقرب من مين؟ خلونا نشوف graphiquement. X حتروح باتجاه le plus infini، هيدي x رايحة باتجاه le plus infini. إذا منطلع من هون vertical مثل ما شايفين في عندي هيدا longer m f، كل ما x رايحة باتجاه le plus infini مثل ما شايفين هيدي distance، هيدي distance عم تصغر تدريجيا، عم بتدوب تدريجيا لتقرب من zero. فإذا graphiquement si x tend vers plus infini alors distance mf أو longueur le segment mf عم بقرب من zero. هلا حسب الفيجور اللي موجود عندنا ال mf بتساوي مثل ما شايفين ال mf هيدي الديستانس اللي هي mf بتساوي me موا اف، يعني ال mf بتساوي ال ام او حسب الفيجور هي اف اكس موا ال او اف، نحن من ال او للاف، الاف موجودة على الدروات دي يعني موا ايجراج للدي، المقصود بالايجراج دي ساعات ما بنقول ايجراج دي يعني بتساوي ا اكس بلس بي، بس تسهيلا للكتابة او اختصارا للكتابة. وبالتالي مثل ما شايفين هون ليميت lorsque x tend vers plus infini لل mf اللي هي fx مو y لد égal 0. attention هلا نحن حسب هيدا الفيجور ال mf هي mu مو uf، en general بكل الحالات longueur mf هو valeur absolue ل fx موا ايجراج دي، يعني هالشي بيتعلق بالبوزيسيون ريلاتيف بين السي والدي. باختصار اللي بده يحفظه التلميذ هو التالي، بدنا نقول لورسكو ليميت اون اكس تان فير بلس انفيني دي لا ديفيرونس اف اكس موا ايجراج دي ايغال زيرو، الور اون دي كو لا دروات دي d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à cf a plus infini. نفس الشيء إذا كان الليميت ل fx مو y دي إيكال 0 بلوس كي x تنفير مو انفيني، alors on dit que la droite d d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à cf en moins l'infini.